هاي، شلونكم؟ هلا وهلا. هاي قمورة، هلا، وشلونكم؟ شخباركم؟ شلقتلكم؟ تدرون صار لي أسبوع عيد أسوي لكم بث، بس كل ما عيد أسوي لكم بتضبط، وأخيرا سويت. شلونك؟ الحمد لله. أنت شلونكم؟ قمر أصبغ وردي. يا أخي لا تحرقون المفاجآت. بيش الساعة عندك؟ 7:30. تسمعوني انتو؟ اكو صوت لو لا؟ اكو حدا كتبت ماكو صوت؟ تسمعوني؟ جايزة تسمعوني لو لا؟ نسمع. تمام، اوكي. طبعا اكو فد عالم يكتبوا لي ما نسمعش ويكون صوتي موجود يفززوني والله. غمر غبر غبي، كيفك؟ هاي، الحمد لله. انتو شلونكم؟ شخباركم؟ كيفكم؟ صرنا 4500. نورتوا كلكم. تخبلين. شكرا. حبايب والله تدرون كلش مشتهية هيجي اسولف وياكم، احكي وياكم، هيجي اجاوبكم. اذا عندكم اسئلة اكتبوا لي، تصرفون وياي، ما ادري، هيجي كلش احس اني اليوم متحمسة للبث. اذا عندكم اسئلة اكتبوا لي اياها. شو وقت فتحتي؟ قبل شوية فتحت اللايف، ما راح عليك شي. قمر لابسة عدسات؟ لا لا، هذا فلتر يا معودي، مو عدسات. بس ترى بني يعني نفس اللون. اتس اوكي. احم. هاي مايا، نورتي. احم حم احم حم حمات. روحي اشربي مي. شوفينا غرفتك. جايز، غرفتي حاليا ليست بوضع اشوفكم يا ابدا، ان شاء الله بعدين. غيري لون شعرك. يا اخي دا اقول لكم اكو مفاجآت، ليش تحرقون المفاجآت؟ يجوز اني ارد اغير لون، يجوز ما ارد اغيره، والله ما يصير هيجي. احفظ البث. اوكي، هسه بس اخلص البث راح احفظه. اي بث راح اصير اسويه من اليوم رايح احفظ لكم اياه. طولان شعرك؟ اي والله طولان، بس هسه شوي مو مبين طول لانه مسويته ويفي. وال، حبيت شعرك لونه يجنن. او ماي جاد، ماي عم تخجليني. حبايب اذا عندكم حلو اللوك. هلا وعلي، نورت. حبايب اذا عندكم فد اسئله هيجي شي تجي تعطيني تعرفوا، ولو انتو تعرفون كل شي عني، بس يعني اذا عندكم فد شي اكتبوا لي. تمام. صعدي مرتضى. اركان مرتضى. مرتضى راح يصعد يا جماعة، بس مو هسه، فد شوية. تمام، هسه بس يجي راح نصعده بالبث. وهم راح اصعد لكم اليوم، هم اللي شاف الستوري يعرف الدكتورة نازك هم راح تصعد ويانا اليوم جيست، بس هم مو هسه. وغمر ردي علي. هاي، ضعفانة يا جماعة؟ لا بالعكس والله، أنا سمنانة، فدا أسوي رجيم حتى أشوف إيش خلي أمي. شوفوا الصحة، شوفوا، ما أدري إذا مبين حليب. لبن. تجيني أسئلة شلون صارت أمك يا جماعة؟ أول شي شكرا كلش هواية على دعواتكم ورسائلكم بالخاص. أمي بعدها مريضة، بس يعني إن شاء الله يوم عن يوم تتحسن وتصير أحسن إن شاء الله.
شكرا كلش لكم رسائلكم، تجنن امي طبعا قريت لها كم رساله وكلش فرحانه فيكم. قمر شوك تتفاعلين بالتيك توك جماعه، انا نزلت لكم قلت لكم راح من اوصل 500 الف راح انزل لكم يعني فيديو على التيك توك، بس انتوا تعرفوني يعني باي لحظه ممكن شيء اسوي لكم شي فوتو وانزل لكم فيديو بالتيك توك، فيعني ما اعرف. تمام انوار، لا الآن سأمر مبلشة دايت عم تفطر حليب وكورن فليكس هاي نورت أنور اي والله اليوم فطرت، ما فطرت اليوم لساتني، انا بفطر الساعة 6. قمر اليوم عيد ميلادي، هابي بيرثداي قمر. ليش سويتي ريجيم يا جماعة؟ زايدة كيلو وين ثلاثة، لازم انا لازم انزلهم. حلو واحد يصير حياته صحية مو والله، بس صعبة. قمر شعرك طولان يا اخي، اشكركم على فكرة انا كلش دعاني حتى اطول شعري، فمن تقول لي اني طولان تنطيني طاقة ايجابية. قمر قولي اسيا، هاي اسيا او ماي جاد اغلبكم تقولون شعري صاير حلو، شكرا. قمر ليش انتي حلوة؟ لانه انتو حلوين. حبايب عندكم فد هسا وين اكو بث بالساعة 7؟ صدق كذب؟ لا والله صدق مو كذب. هذا اكثر وقت يعني تكونون بي يعني اغلب العام تكون متواجده، ف اتس اوكي اوريدي. انا يا جماعه قعدت قعدت من النوم الساعه 4، يعني روتيني كلش مخربط هالايام، فما اقدر افتح لكم بث من وقت. قمر هم مسوي عمليه تجميل؟ نو واي يا جماعه، عمري 15 سنه يا عمليه تجميل، الحمد لله جمالي رباني. جربي اصبغي بنفسجي يا اخي، ليش تفتحون الجروح؟ تتذكرون من سوينا بث انا والفريق كنت اصبغ شعري بنفسجي بس ما صار بنفسجي. عندي انا كلش تجارب سيئه ويا الصبغات، ف اتس اوكي. قمر رايحه على الاردن؟ لا يا جماعه انا مو زايره الاردن، بس كلش يعجبني اروح لها، احس هيك كلش حلوه. إذا حابين تسألوني شي تقولوا لي شي من آخر كل تعليقاتكم، وهم شاركوا البث خلينا نوصل 15 ألف، شو رأيكم؟ واللي يقول لي صادي مرتضى استفد شوية أصعدة، وخلينا نوصل البث 15 ألف، يلا انتو كفو. تعرفي تتكلمي مصري؟ ايوه يا اسطى. بحسك مو انتي وانتي عم تحكي عراقي. قمر ليش ما سويتي فيديو المكياج؟ اوكي يا جماعة أعرف أني وعدتكم صار لي تقريبا سبعة أيام، يعني أسبوع صار لي من وعدتكم تقريبا فيديو مكياج، بس ما صراحة ما صار لي وقت يعني أسوي لكم إياه، بدي أفكر أسوي لكم إياه على التيك توك أو أسوي مقطع ريلز هنا، فشو تقولون؟ أحسن من الستوري حتى يبقى يعني دائما بالصفحة، فكتبوا لي رأيكم. قمر ايش قد عمرك؟ عمري 15 وست شهور راح أصير 16. نسيت.
اكو عالم واقف يومهم البث، تشوفوني لو لا؟ يعني البث مشتغل يومكم صح؟ اذا تشوفوني تسمعوني كتبولي. حطيه بالتيك توك. اوكي، اكثر من شخص قالوا انه احطه بالتيك توك، فان شاء الله بس ابدي انزلكم اسويلكم توتوريال. اساسا قلت لكم يعني ماي ميك اب مو هالميك اب الاوفر، بس هسوي لكم اياه، لانه حرفيا كل ما ادخل على الدايركت رسائل كلها قمر وين فيديو المكياج، قمر وين فيديو الميك اب، قمر وين الفيديو. اين شوفت اين سمعت؟ ايه تمام ماشي، لانه اكو ما اعرف شنو والله، بدي يكتبولي البث معلق او مدى سمعت شنو السالفة. منورة الحلوة، هلا ونورت مصطفى. الصوت والصورة واضح، ايه الحمد لله. قمر شنو الرجيم مالتك؟ رجيم. يعني ما اكل خبز، ما اكل تمن، اكلي صحي. يعني انا بعدني البارحة بديت، يعني بعدني يعني شهر واحد وابطل ارجع للاكل. هلا بالجمال يا بنورتي حياتي نور، كيفك قمر؟ الحمد لله. انت شلونكم؟ منين اشتريتي البلوزة؟ انا عندي متلة يا جماعة، كم مرة أقول لكم هاي البلوزة؟ صاحب المحل مات والمحل احترق والبلد كله احتلو، تمام؟ ماكو بلوزة، ماكو، هاي آخر قطعة كانت بالحياة. قمر ممكن تقولي سيرين؟ هاي سيرين. أخ تنجت. اكو عالم بالتعليقات ما ادري ايش يحسون، بس اكيد يعرفون نفسهم، ف اوريدي دا اسوي لكم هايد وبلوك، فلا تتعبوا روحكم. ما تاثر بهيك كومنتات ابدا. نعوف الموضوع، قمر الفلتر شنو؟ ما والله حط الفلتر مات واحترق، ما انطيكم شي. يلا وصلنا 13 ألف، يلا كفو نوصل 15 ألف. قمر للمرة الألف جاوبي على سؤالي، كم دولة رايحة؟ كم دولة رايحة؟ خلي أحسب، والله ما أدري صراحة، لأن أغلب الدول مسافرتها من كنت صغيرة. رايحة لفيتنام، رايحة للصين، رايحة لدبي، رايحة أكيد العراق، سوريا، تركيا، يعني فوق الستة. هسا أنا تذكرت الستة، بس أنا فوق الستة، يعني ما أتذكر صراحة بالضبط إيش قلت. ليش ما قلتي لنا اكو بث؟ يا جماعة انا نزلت ستوري، اللي ما شاف ستوري نزلت ستوري قلت لكم اكو بث، بس نزلته قبل نص ساعة، لانه البث يعني صار فجأة. يعني انا ما كنت حسوي بارحة وراها اليوم وراها كنت رح اجله، بس باخر لحظة هيك قلت لكم رح اسوي بث. فاي نزلت الستوري قبل البث بنص ساعة ربع ساعة. قمر سكرين، اوكي يلا. ليش ما حاطة الصورة جايز؟ ما حاطة الصورة لأنه أخاف حسابي يتهكر. أكيد كلكم تعرفوا أنه شخص يعني إذا ما حط صورة يعني حسابه ما يتعرض للتهكير، وأني هواي تجيني إيميلات، ف يعني ما حاطة صورة. طيب ليش رحتي كل هدول؟ قال أكو شيء اسمه سياحة.
ليش ما عملتي حفلة مع المليون؟ صراحة ما أدري، يعني ما شفتها، يعني هالشي كبير، يعني هي شي كبير بس يعني حسيت إنه أوكي بالون صور جلسة تصوير تكفي. قمر أنتي بالشقة وحدك؟ يعني شلون وحدي أنا يعني بالشقة وأمي مريضة؟ أمي موجودة وياي هناك بالصالة. احكي مصري. ازيكو عاملين ايه؟ عاوزيني اتكلم ايه؟ قمر تقدرين تخلين صورة شوية بها الوان قوية وحسابش ما عليه شي؟ والله ما ادري رح اشوف، انه ما ادري اخاف هاي صراحة. مفتخرة بينا يا اخي، شو ما افتخر بيكم، انتو فانزاتي الكفو. قمر سوي جولة بغرفتك جايز، قلت لكم اني غرفتي حاليا ابدا ما تسمح انه يعني اشوفكم اياها، بس ان شاء الله يمكن بالايام الجاية اسوي لكم جولة بغرفتي. ازيكو ازيكو، انا جاية اخدم عندكو. احكي ليبي. ما اعرف احكي ليبي. اسمها نفاخة مو بالون. تسوي نفسك ناسكة جايز؟ ما سوي نفسي ناسكة، بس الكل يعرف اني ما اعرف، يعني علاقتي مو هالقد يعني اوريدي، وبعدين ما حد يفتهم، يعني قليلين يفتهموا النفاخة، اغلب العالم يقولون بالون. اي لان هواية اكو حسابات باسمش، وايش تحتاجين بموضوع الصورة والتأمين تدي خبر. ثانك يو مصطفى، كل الشكر لك. البث يعلق ومو واضح. قمر البث يعلق عندكم مو واضح؟ لا واضح. تحطي ماسكات جايز؟ يمكن اجتي فترة كنت اكثر انسان تحط ماسكات وهالسوالف، بس هالفترة مو كلش، يعني الحمد لله بشرتي حلوة فما احتاج، ولو يعني هاليومين بشرتي كلش تعبانة، بس يعني ما لي خلق. اكثر انسان عجوزيه ممكن تشوفها بالحياه هي اني. تليفون راديو قاعد. اوضح من الشمس. اوكي زين. كم صار لك بتركيا؟ احبك وايد. انا هم احبك وايد. صار لي بتركيا من 2012، يعني 9 سنين. منورة عود، هلا ومرتضى، وأخيرا العالم تنتظرك. ايش قد راح يبقى البث؟ جاز البث ما راح اطوله كلش، يعني احتمال على 8:30 بالزايد، بالزايد بالتسعة يعني أسده، بس يعني على 8:30 الشي أسده. عود إن شاء الله غير يوم أسوي لكم بث وأكون قايلت لكم قبلها، لأن هسا هذا البث يعني حتى ماكو هواي عالم، بس 14,000، لأن صار الشي على فجأة يعني ما حد يعرف. مرتضى تصعد جيس ما دام الكل يطلبون. غمر صادي مرتضى هسه رح اصعد. جاي عندكم عصر هسه؟ عصر يعني عصر يعني. نعم نعم هلا تفضلي، من وياي؟ وياك قمر المشهورة. أهلا وسهلا قمر المشهورة، تفضلي. طالبة من؟ عندكم طلبية بيتزا؟ نعم طلبية بيتزا طالبين انتو؟ لا عفوا، طلبنا همبرجر. سيرو شوي ويا مكونات حارة، صح لو لا؟ اي صح. اي انا اسفه خربطت قمر، الحلقه، انا تفضل. المفروض ما احكي وياك حقيقه مواقعا، انا وياك يعني في حاله خراب مستديم وطويل منذ شو اسمه اكثر. سوري، ايش جاي يصير وياك؟ وقف البث يمي لو انا هزا اشوف، لو انا البث يوقف يمي لو ايش يصير؟
حبايب بدها تشوفوني بدها تسمعوني، أني بوقف عندي مرتضى، الصورة ما توقفت وقف. ها أوكي، حبايب المشكلة من عندي، راح أدز بربك إذا هسه تليفون الشغل هذا صعد فيه صعد من التليفون الثاني، ما بينحل كل شوي نصعدك. دزيت لك أعمل بودكاست. اها التليفون عثر. التليفون أثر، بسم الله. التليفون ما اعرف ايش بيه، وقع من هاي الجهه وفصل. سوري. هذا انت تليفون الشغل لو ما الثاني؟ الشغل اي ما فاتح بالثاني، بس لا ما حد يدق. ما حد يدري. اي اي ماشي انا بسرعة. شفت كنت ترى شلونك؟ تقول لي شلون زعلان وكذا، خربوا ام شو اسمه القياده اي صدق، والسياسه. كمل. كنت بحالة درامية. اي كمل كمل. شلون انا البارحه بصفتي شاب زين صديق الك زين وانسان يعني انسان شو اسمه خوش انسان شو اوكي، اسمه؟ اي شلون انا البارحه اتصل عليك واطلب منك 4 دفاتر ما تحولي لي اياهن؟ مرتضى، هو انا اريد احد يديني 4 دفاتر؟ انت محتاج قمر انا مكو قميص عاجبني ب4 دفاتر. قمر تفضل. وخليني اقول الشغله هاي سوالفك لما نستعدين باللايف وتقولين مرتضى اركان ما اعرف شنو خي ولي ترى عيب هاي سوالف اوكي لا لا زين، ما اني يصير تحكين علي باللايف وانا اللايفات ترى كلها تابعها زين، فما يصير تحكين علي. واو، انا عبالي انت مو البنت، شلون لا كشفتني؟ يا كشفتش، لا الله، انا الناس ما يعرفون، الناس يدزوا لي يقولوا لي شوف هاي الانسانه جاي تحكي انا عليها حكيت براحتي، ما عبالي راح تعرف انت. يا الله، كلش اسف، اعتذر. يعني هاتي علي يا خوب اعترفت بلسانها شفتوا شباب. لا يا جماعة، كتبولك كتبولك. شنو شعورك بعد ما رجعتي للانستغرام وشفت الناس اللي قد يحبونك وكذا وخابصين الدنيا عليك ومطلعين حتى زفات جاي يزفون بالشارع؟ شعور حلو. هذا هو انتهى الموضوع نقطة؟ هاي بس هو شعور حلو هاي. شنو شعورك اول ما التقيت بمرتضى؟ كان شفتي شاب حباب وكذا وكيوت وخوش انسان وطيب وحنين؟ صراحة صراحة أقول لكم شغلة، أول ما التقيت بمرتضى ما توقعت يكون حباب لهالدرجة، يعني شكله ما يوحي إنه هو هالدرجة حباب. اوكي أي فخر وحي. بس صراحة على الحقيقة هو كلش يعني حباب وطيب وهيجي، وتشرفت كلش بيه. إيه هذا أنت، أنت يا عود أنت. بعد شوي بعد شغلات حبس كلام ايوه شباب يعني صاعد صاعد لايف انا وقمر 20 20 الف المفروض توصلون ل 80 الف 90 الف فد مليار. ذاك اليوم وصلنا 60 ألف يا جماعة، ايش بيكم؟ بس تجي لأنه يمكن ما قلت لهم اكو بث، لا يعني لا ممكن هذول ياكم. كلهم طالعين بالكوفيات تلقيهم ناس مشمره هيك وكيف. مو كان المفروض انزل من وقت، بس تدري هذا البث ايش قد اجلناه. لا اللايف لازم يصير الساعة 9 10 يصير؟ 11 لازم يصير؟ ها؟ لازم اي لازم يصير؟ يصير يعني لما يصير الساعة 10 11 انت عايزين علي ها؟ أني ما علي، أنت إيش حكيت؟ اوكي اقول لك قمر انت شو اسمه؟ إيه يعني شو اسمه؟ بس لحظة يا جماعة، كوين يقولوا لي إنه صعدي نور؟ يا جماعة أنا ما أقدر أصعد نور لأن نور عنده بث، ورا البث مالتي حيكون يمكن نص ساعة أو شي، فهم يعني خليكم جاهزين البث مالته، فما أقدر أصعده، يعني لا عبالكم أنا أنا دا ألبسكم أو شي. كمل مرتضى. ده تقرا ده تقرا لا تعليقاتكم مستمتعة والجو يا مفول. قمر اليوم شفتي ايش ايه ناشطة دكتورة بالحساب فماك شي؟ لا، ماكو شي، سلامتك. اذا تحب فوت الحساب هذا استفاد من عندك. اوكي وصفي نفسك بكلمتين كلمتين بس كلمة ثالثة اعطيك بلوك. خلنا نفكر. قوية وناجحة. سووا لها لايك شباب سووا لها لايك. سوي لايك أمانة. قوية وناجحة، أنت قوية شوفين روحك. من لازم، من يعني المواقف اللي لازم أكون بيها قوية، أكون بيها قوية. آه حلو حلو حلو. شنو أسوأ صفة موجودة بيك؟ العناد. ما تلقى أعند مني بالحياة. والله والله مش شي، بس أمي يعني بتبون العناد.
زين، شنو تنصحين البنية جاي يشوفك حاليا؟ من أي ناحية؟ وشنو النصيحة بعد؟ نصيحة، هاي نصيحة. كوني قوية، ومو لأنه أنت انت ليش بنية إنه تفكرين؟ العالم تدور عليك. أنا شو أفكر؟ يعني أنا دخلت، أنت شلون طبعا تفكر؟ خليني اقول لكم شغله، دخلت بيك؟ ما ادري شو تحكي، والله ترى موتش باللايف. أنا دخلت بيك؟ لا بقى خليني اقول لكم شغله عن قمر، حلوه بيها، انا حبيتها من التقيت بيها. قمر من السولف ما عندها اللكنه مالتنا العراقيه، ما هيش تحكي. شوف خلي اني اقول لك شغله، يعني ممكن احنا ما تحس المفردة تحكيها. وقبل شوية يكتبوا لي بالتعليقات ليش تقولين بالون مو نفاخة تسوي روحش ناسكة؟ جايز أنا يعني أنا عراقيتي مو هالعراقية العراقية، هي فنفس اللكنة الشيء. مالتها، لأنه ما عاشة بالعراق، فلكنتها هي شي. ترى حتى بالحقيقة أنا من شفته نفس الحالة، بس بالحقيقة شنو لازم التليفون خلوه أوصف لكم. كاميرا أول ما شفتها، كاميرا أول ما شفتها هذا وضعها. مثلا أنا حكيت وياها، شو تقولي؟ إي هلا هلا، بتفاعل وياهم، انت اهم لهم ما هذا اهم. الحكي شنو؟ هذا الحكي شنو؟ 5000 ستوري بالثانية تنشر. مثلا قامت مشت بالخطوه دا تمشي بالخطوه الثانيه، صادفها مثلا في الشيء، طقت له صوره بنفس اللحظه، نزل وهي واقفه بعد بنفس المكان. ابوي رحت للحمام، رحت للحمام عشان اخذ على مرايه ستوري نزلتها. نزلتها، ما طولت ثواني طقت الصوره، بدات لعبه العراق. يعني انت اليوم لعبه العراق والناس طالعه، والعصر وعدش لايفين. انت اليوم ما ذا اللايف يعني مالك الحمد لله، جريمه. الحمد لله اكو 20,000 شخص معبرنا. لا لا والله، دول ال 20,000 شخص دول يسيرون الملعب، يترسون الملعب ترى. الولاد يجاهدون، عارفين اللعبة والعراق بده يتابعونا. إيه شباب، بس احنا ان شاء الله نفوز، ما لكم علاقة. بس احنا اخذنا فاصل اعلان كامل. عيال تشربين انت سكنت من شنو غني. ذنبنا احنا كمتابعين نصفا على مشربة القباص؟ لو سمحت، انا انسانه مسوي رجيم لازم اشرب زين حليب. شو تسوي رجيم؟ لبن. ليش شو تسوي رجيم؟ لا تخلصين، تسوي رجيم على شنو؟ والله تخيل قلت وزني زايده 4 كيلوات، ايش تردين تخيل تصيرين؟ ايش تردين تصيرين؟ تخيل. كيبل؟ ايش تردين؟ هو ايش ضال فيك؟ هو ايش ضال فيك تسوي رجيم؟ زين، ما هي حياة الشهرة صعبة، شو شوف نسوي؟ هذا واحد كاتب لي فدوى لوجهك حبيبي، فدوى لوجهك انت، فدوى لعمرك يا بعد عمري. صنعتنا بالرجيم، مو عاجبك؟ مو عاجبك؟ يصير هيك صلعتيهم بالرجيم، يعني ما يصير هيك. سويت رجيم وسويت رجيم، شو ليش قمر؟ المشكلة بعدني ما إلا البارحة الله بديت، يعني وصلت العالم كله. قمر ايش قد ممكن تاخذين ويا الشخص يلا تتعودين عليه، يعني وتظلين تشاقين وياهم هيك؟ حسب ايش قاعد اشوفه، مثلا اذا شخص مثلا اشوفه كل يوم، هسه مثلا الفريق، انا اول ما فتت الفريق كان ماخذني طال، انا انسانه كلش كئيبه وانطوائيه وهيجي، تمام؟ زين فانا تقريبا كل يوم اشوفه مصور وهيجي استحي كله، زين يعني فد شهرين ثلاث اشهر يلا تعودت عليهم. اما اذا شخص يعني ما اشوفه هوايه ولا احكي وياه هوايه، العوض بسلامتك، كلش اطول، كلش هوايه. ادري بيش. والله انا اول ما التقيت بيش احس روحي ميز ميز وقاعد، حاس روحها بزهرية. ماكو احاول افتح مواضيع، احاول فتح حركه شيء، ماكو اي شغله. إذا هو حتى أجاوب، إذا ما حتى ما بس أحكي انا شيء واحد يعني. شيء حسيت مسجل صرت، ما تحكي قاعدة قبالي جامدة. فات شو تسوي؟ هذا اللي يريد يقعد ويا القمر أول ما يتعرف عليها. قلت انه بعدها كبرياء عالي وخشم عالي والله. يلا هذا يعني يعني قمر، قمر. إيه؟ انت قمر، انا اشهد بالله انت قمر. هو شنو مرتضى رد علي؟ انا احب انت شو معلق؟ هذا واحد معلق حي، يعني شو رد علي؟ أقول لكم العراق ويا منو يلعب اليوم، صدقوني يا جماعة أصلا هسه من عندكم عرفت أنه أكو لعبة اليوم. والله اني هم ما اعرف صراحة، ما اعرف اكو لعبة، اعرف اكو لعبة بس ما اعرف ويا من. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عليه الصلاة والسلام. متغيرة يابا، مو متغيرة، هي منيه اني يقولون متغيرة. صعد ويانا، صعد ويانا. وجهي كلمة فلسطين.
تحياتي لفلسطين والشعب الفلسطيني كلهم، وإن شاء الله تتحررون بأقرب وقت. شكرا. أقول ليش قول. قمر أنت تلتقي مع الفريق؟ إيش قد تسألون أسئلة؟ إيش قد تسألون نفس السؤال جابه 100 مرة؟ إذا ما عاد المرة المليون، أنا والفريق ماكو بيناتنا مشاكل، ماكو بيناتنا مشاكل، نحكي نلتقي كل عادي، مو ضروري كل شيء هلا وأصور شنو على السوشيال شعورك ميديا، لا يعني من عادي. احنا مشغلين اغاني ومستمتعين بالموضوع وكذا وده نرجع للبيت وبعد يعني متونسين هاي وتوقفنا سيطرة وتغربنا كل واحد 3000 ليرة؟ لا تذكرني، لا تذكرني يا جماعة، أحلى شيء مرة ما رجعنا من يوم اللي التقينا عن وترى ام المحاضرة، المجموعة فاتحين الأغاني أني ومرتضى وصديقة وأمي. فاتحين اغاني وانا دا اصور والماكو احلى من الاجواء، فجأة وقفنا الشرطة، كل واحد شقد، كل واحد كل واحد تغرم، تقريبا 4 اوراق كل واحد 400 دولار كل واحد في 400 500 دولار تغرم. واني احلى شي نزلت لهم مرتضى ضحكت فيهم، عشان انزلهم انا والكي، قلت طبيعي شوفوا احنا كنا بعيد ميلاد. ويانا ولد ودي يترجم فالمفروض يقولهم كان عندنا ظرف شيء قالوا له وين كنت قلت بعيد ميلاد. قالوا عيد ميلاد والله عندنا قالوا لا حلو انزل انا حد قلت لهم اثبات، قلت لهم شوفوا اذا مصر تقول هذا كيك، ثاني يقول لي بالعافيه وقعي. قمر يا ب اقول ليش قول. ما اعرف ايش يصير ده ظلم الشاشه عاد ده ظلم قمر شنو مواهبك الضامتها بعد كذا اسم ما بارزتها للمتابعين عفاك أقدر أقول تمثيل، حرص حرص تقول. شنو تقولين؟ ده أقول لك أقدر أقول تمثيل، يعني ما صراحة كلش أعرف أمثل، وأقدر مثلين ثاني انتي؟ كان أبكي، ثاني كان أضحك. يلا ابكي لا هسه ما أقدر. انت قلت بثانيتين اقدر بس عبرنا ثاني ما في ثانيتين ضحكة فما أقدر. لا بس عبرنا ثانيتين انت قلت انا اقدر بثانيتين ابكي يلا ابكي مو هسه، مو هسه، لا لا هسه ما اقدر، بس هم شايفين، يا هم شباب يعرفون يعني، تردون حتى مثلا نزلت ستوري. تردون نخليها تبكي يلا ابكي يلا دا يقولون خد تبكي لا 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 ايشكم مو تقولين انا اقدر لا تورطني، تورطت حكيت، مو تقولين انا اقدر ابكي بسرعة مسكرتي غالية والله، ما اقدر اخليها تسيح حتى. مسكرتي غالية ايوه تشوفون شلون عندها نوع من ال شو اسمه مرتضى، شقد عمرك؟ شقد عمرك؟ اعترف. أنا عمري حقيقة وواقعا وبدون مجاملة خلصنا، انجز. شكرا شكرا على هذا السؤال القيم حبيت هذا السؤال جدا أنا صراحة يا اخي البنية مو مثلك، البنية تتهرب من السؤال مال العمر، انت شنو اني حشتك؟ باعي هذا شغلة العمر بالذات الوحيدة ما اريد اقولها اذا خلي علامة السؤال اذا اشوف الناس هم يقيموني بس اني عمري 20ات يعني اوكي واكثر من 25 فوق ال 25 يعني هاي الارقام اسرار دولة، يلا هاي ماشي. الارقام شقد عمرك انت؟ اني عمري 15. عمرها 16 15 بعد ما صرت 16. بعدش 15 اي والله هاي ما ادري، 6 شهور ايش قد؟ ولا 6 شهور اصير 16. اوكي شو تجيبي لي هدية بي؟ عيد ميلادي مو عيد ما نجيب ميلادك. ليش؟ اي اوكي بس الله هسه عرفت عرفت ولا ما شلوني، والله بعطيك معلومات لا فوش قيمة. معلوماتها جديدة عيد ميلاد الشخص لازم انت تهدي مو هيدي. زين اقول لك قمر قول. انت اذا اشوف اكو فانزات اللي يصممون لك شوي ويا ناس يصممون لك يحطوا لك اغاني واغاني واغاني ما اعرف ايش وهاي شان بالله الاغنيه مال سيف نبيل ممكن حب ممكن قلبي وهذا وتنزل حبي ما اعرف شلون وتنزل صحبت قد ما بلكت عالم. ايه كمل. اي شنو شعورك من تشوفين واحد مصمم لك شيء تصميم عادي يعني شو السؤال، يعني عادي ما تضوجي من هاي التصاميم ما تضوجيك؟ يعني قصدك تصاميم الحب ويا احد اي مثلا؟ هي هيش بس انا ما قلتها مثل ما هي
ايه يعني هي من ناحية ضوج، لانه يعني مثلا اذا احد ما يعرف انه دخل على التصميم، ها هاي مرتبطوي هذا، هاي مرتبطوي هذا، يعني جيب سمعة مو زينة، مو زينة كأني بنية، تمام. بس من ناحية الأخ يعني ما أقدر أمنعهم، لأنه تعرف يعني هم يعني متابعين، من يعجبهم شيء يسووه، يعني يريدوا يصمون يصمون، يعني ما أقدر أمنعهم. بس هي أكيد تضوج لا يعني، ضوج هي شنو بس يعني كمشهورة أنا يعني كل المشاهير يعني عندهم اتصالات. صحيح. انا يعني ما اعرف ايش في هذا الشاشة ده تظلم وترجع. شنو ما يستخدم تليفونك الثاني؟ ليش هذا؟ ما اعرف ايش بيها، من افتح لايف افتح بهذا وبعدين اتندم لين فتحت بهذا اللايف. بيتي شوف الأجواء شلون هالتركيا هاي الفترة تموت. ها كلش حارة 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 حارة، تصمم الصمت. تسمى الصمت شنو هاي شنو هاي ايش بيش قمر شنو حشا تسمى الصمت شنو هذا شغلة ضاي. هلا قمر، هلا مرتضى، هلا هلا منو هاي قمر. شبيها ايدك، شو انتبهتي على ايدي؟ ايش بيه؟ اليوم في البعد هاي ايدي منها، انا مجروحة ما اعرف شلون انتبهت على ايدي. anyway اليوم كنت دا العب بالبايسيكل وصار لي حادث مؤسف بما تلعبين بما بايسكل بالبايسيكل. بايسكل على فكرة بالاجنبي بالانجليزي اسمه بس تو بايسيكل. جمعنا ما ادري ايش قلت انا كنت ما يشير حتى رجعت شيئا مردودة. انا انت تعرفين تسوقين بايسكل؟ اكيد اعرف يعني، طبعا من ما يعرف. شفتي على اساس اني مو اني اسوي رجيم، فطلعت بالبايسكل دا العب واسوي رياضه وكذا، وصار طيب لنا وجاش هاي انطيش مليار دولار اوكي، بس بهذا المليار دولار بعد ما تدخلين للعراق نهائيا تكون لو لا من ما عالم. بس بيني وبينك تعال شوية. والله مليار دولار والله مرتبة مليار دولار افور بيها الكون كله. بعد ما هذا زين. إذا يوم من الأيام جروت بين الحب وبين يعني الحب الأهل مو شرط الحب العلاقات وكذا أي حب وبين إنه مستقبلك القادم كله يكون مليان فلوس وعيشة راغدة وهنية، منو تختارين؟ لا الحب أكيد، الحب أكيد، لأن الفلوس يعني شوف أنا ما أقدر أقول لك الفلوس مو كل شيء، يعني الفلوس نص كل شيء، بس يعني مو دائما تجيب السعادة الفلوس. يعني ممكن واحد يكون عنده فلوس بس يعني حزين مكتئب نفسيته مو زين زينة، فأكيد الحب، حب الأهل، حب الأصدقاء، يعني هيك. أكثر شيء محتاجته بحياتك حاليا الحب لو السعادة لو الفلوس؟ ما أدري، سؤال عميق. والله ثلاثتين أنت محتاجة الفلوس حتى يجي بالحب والسعادة بالضبط بالضبط. شنو عندكم نهار يا جماعة؟ احنا عندنا تظلم بالتسعة يعني. اوكي ساعدنا ضوء احنا، بس مو نهار يعني، نهار يعتبر. زين الناس كلهم مظلومين، شو اني وياك عندنا شمس. اقول ليش اه هذا واحد يقول ترى الفلوس تجيب السعادة. قمر صعد ويانا ايه قول. نعم صعد ويانا بعد شخص الشخص موجود لو لا. اي شخص كيفك تمام خلينا نتعرف على الناس اقول لك ثاني تليفوني علق، ما تدري عندي قد الساعة، ايش قد الساعة مرتضى؟ هسه بثمانية وربع اي علي ما ددك علي، ببالي بالك لو غير حد. ما يصير ما تقدرين اوكي يلا 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 باي 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 هلا 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 صار ربعنا ما يقدرون أبدا. في خلل من انا شلون هسه يعني ما كل قرأت يوم؟ شعر اسمه هذا الشعر شو يقول
يقول شو اسمه، شوف لي دوا شوقيا واللي يسلمك، لا صابني شوقني يبرد شوقي. هاي أغنية مع محمود تركي، هذا مو شعر شعر ثاني. شعر والله، ايش بيج من ما بي غير العافية. اي ايش بيج اعرف. قمر شو شاد وياي، والله ترى موت. لا تقول شعر، ما حد قال لك شباب شعر. بدي تشوفون شلون شاد وياي باللايف، والله عنصرية، أنا وحدة قمر عنصرية. تبدا تحاربين طموحي واحلامي ومواهبي. الله الله، أكم طموحك هاي اللحظة وأحلامك. قدام المتابعين، أنا يا سعداء أوكي، وين ما أشوف، وين ما نروح مكان، أنا يا سعداء. أوكي ماشي، متفقين. كيفين أنت؟ شو فرحانة أحس. ما أحب هذا الجو مال المسالمة وما أدري شنو، خليني أعداء ما أحسن. تحبين جو الأعداء؟ حبيش جو الأكشن. والله متابعي كاتب ايش حاقد عليك، كان تحكي إذا ما طلعت ساقة ساقة، والله ما عندي شيء مرتضى، بس أنا نفسي أحب وهي أداهر. تحب هاي الاجواء مال الحرب والكذا، خلينا نعيش اجواء الحرب، خلينا نشوف من ينتصر بالاخير، لو البايسكل مالته لو انه يصير ماتي. انتهى الشوط الأول، اي يقولون في العراق، واحد 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 واحد. جوك على التليفون. قمر اكثر موقع سوشيال ميديا تحبيه؟ هو اثنين ما اقدر صراحة اختار واحد من عندهم، الانستغرام واليوتيوب. والله هم عنديش فكرة ترجعين لليوتيوب قريبا. ان شاء الله اكيد. اساسا انا بدايتي ما بدأت كانستغرام، كيوتيوبر. ف زين، افرض الفانزات كلهم قبالش حاليا، كلهم شارع قلع، كلهم دول اللي يحبوك، كفي بس. اوكي فرضة ماشي. كلهم توقف على مكان عالي والناس كلها دا تسمعك، كل هذول اللي متابعينك 1,100,000 عندك، ونطيتش مايك. طبعا انا واقف يمك بما ان انا اعطيك المايك، لان انا عزمتهم اوكي، اوكي اعطيك المايك واقول لك قولي لهم كلام، ايش حتقولي لهم؟ أقول لهم شكرا لوجودكم بحياتي، ولولاكم مش وصلت لهاي المرحلة اللي أنا بيها، وأحبهم كلش هواي. بس هذا يعني أقل شيء أقدر انا ارجع أقوله. اخذ المايك منك واقول شكرا جزيلا، ما قصرت. عفوا. قمر اراد غير لايف. هو هيجي بس مو اليوم ايه فتسنة فتسنتين إن ان شاء شاء الله الله. على 22 إن شاء الله. المتابعين ان شاء الله. قمر ليش ما لقيت تتحركين يا جماعة؟ رجلي شكلت فدا أتحرك هواي. مرتضى اسالها، ما اسالها اسئله شخصيه، ما اقدر اني حد وي قمر اسالها شنو طموحك وين مواهبك، هاي سوالف ما اقدر اسالها اياها بصراحه، انا ودي اسالها والله ودي، بس ما اقدر، لا تحضرني قبل تطين بلوك. لا اعرف شنو السؤال، كان قلت لك يعني حسب تسأل لو تسأل، بس ما ادري شنو هو، فما ارد اصطدم. راح ادزك اياها سؤال، راح ادزك اياها، ادزك اياها على الواتساب. دزة. يلا اقرا الواتساب، اقري. طبعا كاتبين جو، هذا مو من يمي اوكي، ما لي علاقه. دزيت لك لا 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 لا، والله. او اقول لك اوكي اسأله. يلا اوكي، ايش قد عمرك يقولون؟ 15. اوكي شكرا جزيلا. عفوا. زين خلينا ناخذ سؤال ثاني، صفري. اكتبوا لي اسئله، اكتبوا خلاص، بعد راح اسالها اي سؤال موجود. مرتضى يقول القمر صعد النور حتى تتعرفون، ما تقدر تصعد. شنو علاقة؟ يا جماعة قلت لكم نور عنده بث، بس هو يحضر البث مالته، وهم قلت لكم يعني يكونوا جاهزين. أنا نفسي حكون دا أتفرج البث على ودي قمر أعرف دا يسألون شنو علاقتك بنور؟ شنو علاقتي بنور. يا جماعة علاقتي بنور، طبعا أول شيء أكو على هو علاقة شغل أو علاقة حب، لا هاي ولا هاي. علاقتي بنور صديق كلش أحبه وأحترمه وأعزه، وأخ طبعا، وصار لي وياهم سنة ونص بالفريق يعني، وأعرفه وأعرف عائلته. فيعني يس، علاقتنا أخوية وصداقة. زين السؤال، شنو مواصفات الشخص اللي ممكن يلفت نظرك؟ بعد هذا السؤال هذا قيصري.
قصدك فارس أحلامي بين اي قوسين؟ فارس احلامك هذا اللي يجيك على فرس أنا على كذا. الله صراحة ما فكرة بهالموضوع تدري، بس يعني موجوده موجوده هسه. ها بعدش ما اعطيت الصفات. كملي كملي. اي فانا اقول لك بقى، انا صراحة ما فكرة بهالموضوع يعني، بس انه كصفات يعني اكيد خلينا اكيد نقول يعني كان صفات عنده اللي مثلا فد اشخاص ممكن مواصفات حلوه بيهم مواصفات. اول شيء يعني طبعا الشخص يكون طويل، لان انا طويلة، انا كلش طويلة، انت شفتني بالحقيقة، فلازم شخص يكون اطول يعني مني. عمود اي ويكون حباب، يعني وحباب يكون خلوق يحترمني، طيب وشخص ما يكون معقد او شوية مخه صعب، يعني مثلا كأني انسانة بالسوشيال ميديا يبقى. يعني عادي يتقبل الموضوع، بس انا مدحتش هسه طبعا، يعني اكيد مو هسه، يعني المستقبل اللي اي شفت لا عني بالسوشيال عمرها ميديا. 30 35 هيك شيء. ايه هو هيك شيء. ايه بس يعني هو اهم شيء الواحد يكون حبه، بس يعني قلت لك انا ما حاطه هذه المواصفات ببالي، يعني اهم شيء حبه. ايش حباب وكم اكو ناس حبابين غيركم مواصفات مثلا لا لا احنا هسه روحهم حبابين. يسوون روحهم حبابين؟ ايه يعني هم مو حبابين يسوون روحهم. من سووا مثلا روحهم. ايه عرفت على ايش ناس؟ والله هواية. مرة بحياتي طب أكو سؤال يا جماعة هواية تكرر، ما أعتقد اللي يسألني مو متابعيني من زمان، اللي هو أمك أبوش منفصلين؟ يا جماعة هاي الإشاعة شلتني، أمي أبوي مو منفصلين. أنا أبويا شهيد يعني ميت، وأمي أبوي مو منفصلين، أمي هي قاعدة بالصالة. طبعا انا اعرف ام هم قمر شايفها ملتقى بيها تجنن. ام قمر فد انسانه تخبل لطيفه حبابه تعامل بيتها كانها ما تسلم تتعامل هيك اميره برنسيسه عدها تموت عليها. تسلم فطر القهوة. ما في علاقه دام دح بامك ما دام دح بيك اي يعني غير اجاوبك اجيب لك امي تابع جوك. عنها. تعامل قمر كانه ما تتعامل هيك يعني صديقاتها اختها وبناتهم علاقة كلش قريبة يعني تحسن صديقات ما تحسن. اكيد، لانه الكل يعرف اني ما عندي لا اخوة ولا اخوات ولا اب، يعني علاقتي بامي بس. زين اوكي سمعي لنا فد شي تركي. لا هالمرة عوض بالغنى، ما مو مال زين أغني. سمعي لنا شو اسمه مولود. شنو يعني؟ ما سمعي لنا سمعي لنا مولود اسلامي مو ما تغنين هاي المرة. مو زين الموضوع شعر يعني، ما أعرف ما أعرف. اي شعر اي بيت شعري للمتنبي لامرؤ القيسي نازل. أنا راح أوجه هذا الشيء اللي وجهت ليه إليك، يعني أنت قول. ما يصير هيك. أنت قول لا بدالي، انتي خلاص أنا لا وكلتك. انتي انتي شباب اذا تردوها تشعر وجه اللايف 25000 على مسمعنا شعر. يلا يلا اوكي يلا دوسوا على هذا. بنات الكل يكتب، خلي نشوف لبسها. اوكي مو هالشي هذا لبس يا جماعة. ريحة قعدي ما قصرت. بس لاحظت هواي قالوا عجبهم البلوزة، وسألوني من أنا أخذتها، قلت لهم كانت آخر قطعة، أبو المحل مات والمحل احترق. فإيه طبعا خل احكي لكم عنها من بها صفة من ما تعرفوها. تريد الغراض بس لها تقول لهمها قلت لهمها قالت اذا عزمك على دور ما كان تقول دور مو طيبة مالتها كانوا ما قالت لا لا هي تريد تاكلها واحدة والله. طب يعني تخيل تخيل بده يسألني عن الدراما مال أمي، أقول طيبة، ويجي ياكل وأني أبقى بلا أكل أو آكل قدر ما شوية. دور ما كامل انت شنو من بطن عندك؟ إيه داخلة وحدي وما جدري حتى ما يكفيني، زين زين اوكي يلا يلا سمعينا بس أنت لازم تشتغل الوضع، أنت عم نسوي رجيم هسه. يلا سمعينا بيت شعري. ما أعرف. الله الله فعل بالشعر مط ما أعرف زين اوكي شلوني. شنو اكثر موقف فرحك بحياتك فرحت فرحتي ضحكت من قلبك. الله الله موقف مجال خلي واحد اوكي يفكر. تفضل. بس انا ما راح اعطيكم شيء قديم، يعني احدث كاحدث شيء صار، لانه صراحه ذاكرتي كلش يعني ذاكر جميله. خيرونه
فكآخر شيء صار فرحني هو صراحة من وصلت 1,000,000 متابع، كلش كلش صراحة كلش فرحت يعني، حتى يمكن ما بينت بس أنا كلش فرحانة. فيس من الشباك ايش قام استوى؟ أنور كتب لما شافتني، إيه والله هذا أكثر موقف حلو وقت شفتك. زين شنو اكثر موقف بقى براسك ما شال، مو يعني حزين مفرح بس تاريخ يبقى براسك ما تنسيه؟ ما اتذكر. قول. اختصرت الموضوع. لا تتذكرين بس ما حتحكي. ما اتذكر. والله تتذكرين. لا تحلف. قمر غني. قمر ما اعرف، لا تريد تغني لا تريد تقرا شعر. ما اغني اليوم، ما غنيت لكم ذاك البيت خومة كل ليش يوم. كل يوم خميس؟ مو كل يوم خميس. يعني الناس حبوا احساسك بيه وقالوا صوتها حلو؟ ها هي. كمان لما شافتني أنور بربك فيك تسكت. طيب سمعي لنا شعر بالسوري. ما بعرف. لا مو ما بعرف، شعر بالسوري ما بعرف، مو تحكي لي بالسوري. لا والله ما أعرف الشعر ترى، يعني أني هناك والشعر هناك، ما أبدا يعني. ايش لنا انت، طلع احساسك. يلا خلاص هذه مرة ما خليتك هسه، راح اعطيك الاذن. لا الشعر قبل اعطيك شوي الاذن انا بقول داسي ودا اسولف وانت قلت لي اسكت اسكت اسكت، هاي ما يصير هذا. هسه اعطيك الضوء هذا الاحمر. بصراحة يعني انت دا تحاربين مواهبي. الله، يعني دمرت مستقبلك ده اصلا. يكتبون تصعدي ناس وياك، ترى تقدرين تصعدين 4 باللايف، عندك معلومة؟ لو ما عندك. اي اي صح. ايه بس اغلب التعليقات هي صعدي نور، وقلت لكم جا نور عنده بث اقدر اصعده. ف اذا اكو احد غيره كتبولي يعني من تريدين اصعد او تريدين اصعدكم مثلا الكم. من المتابعين، خلينا نشوف شنو يقولون، شنو هم، شنو حكي وقايل ايش قد بقى البث؟ البث ربع ساعة وستة، مو مرتبط كيفك؟ يعني، صار لنا ساعة دم بث، فربع ساعة هي شي وستة. فاللي يريد يصعد ربع يكتب لي اني حتى اصعد. خلاص بعد، خلينا نسده نفتح غير وقت. ما ادري بكيفك. اوكي نفتح غير وقت نسولف ونستانس ويا المتابعين اللي من طرف هنا باللايف تابعوا قمر. قمر كل واللي من طرفي تبع مرتضى. وان شاء الله مره ثانيه نفتح لايف سوا و تشرفنا وياكم، وسوري سوينا لكم البث هيجي فجأة يعني، حتى ما هو اجوي. المرة الجاية حنقول لكم قبل بوقت. راح صوتك مرتضى. احنا نحب نسوي لكم سبرايزات، اعذرونا يعني هذا جونا. فتنا لكم هيجي فجأة. يلا قمر. شو كنت تسوي البث الجاي لو ماكو وقت محدد؟ لا ماكو بعد لحد الآن. ما عرفت. يلا زين، يلا ان شاء الله بس نسوي لكم بث مرة جاية، حنقول لكم قبلها بوقت وبس. خلاص شباب فوتوا لي يم مدحوني بالدايركت مالتي، قولوا لي خوش ولدتو حباب. لا تمدحوها نهائيا. يعني مو حبابة بس هو اي حباب. هواي مدحتوها، مو حبابة. ايه طوختوا هواي بالمدح يعني، خلاص تركوها هذا. كافي كافي يعني، كافي والله. شنو هاي؟ تعرف بتكون بقمر موعد؟ قصرا وياي، شكرا جزيلا لكم. ونسنا كل شي وياكم، وكان بس كلش حلو وبس. يلا يلا روح ارتاح، يلا يلا باي. باي.